يا جماعة، الشعب السوداني حرفياً له 6 شهور قاعد يكتب التاريخ. حققنا إنجازات وانتصارات عظيمة شديد، لكن في نفس الوقت خسرنا شهداء وخسرنا أرواح غالية شديد علينا. الوضع في السودان حالياً قاعد يزداد سوء يوم عن يوم. في حالات بتاعت قتل واغتصاب وتعذيب في الشوارع، الناس بقت ما قادرة تطلع من البيوت، حتى البيوت بقت ما آمنة، الإنترنت بقى مقطوع تماماً عن السودان كله. يعني أنا شخصياً ما قادرة أتواصل مع أهلي، ما قادرة أتواصل مع أصحابي، ما قادرة أتواصل مع الناس اللي أنا كنت بتكلم معهم كل يوم. دورنا كناس عايشين برا السودان، إن كان سودانيين أو غير سودانيين، إحنا ننشر الوعي بالحاصل في السودان ونوصل صوت الشعب السوداني للعالم. مهما كان عدد متابعينك، مهما كانت جنسيتك، لو عرفت أي خبر عن السودان أنشره عشان تساعدنا نوصل صوتنا للعالم. في نفس الوقت في كمية كبيرة من الجرحى والمصابين، وناس ما قادرة تتحمل تكاليف العلاج وما قادرة تتحمل تكاليف الأكل والشراب في الأوضاع الحاصلة. عشان كده حاخد لكم روابط لكل الناس اللي حابة تتبرع وتساعد. في النهاية رسالتي للناس اللي بر السودان زيي، اللي ممكن يكونوا حاسين بالعجز أو حاسين أن هما ما قادرين يساعدوا، مجرد أنه أنتوا تنشروا الوعي فالحاجة دي حتساعدنا شديد. كلنا عايشين في توتر، كلنا خايفين، كلنا ما عارفين حيحصل شنو، لكن أنا واثقة أنه نحن حنقدر نتخطى الأزمة دي. الناس اللي عايشين جوا السودان، أنا ما عارفة لو الفيديو ده حيصلكم ولا لا، لكن على كل حال اهتموا بنفسكم وأمنوا نفسكم، لأن أرواحكم غالية شديد علينا. وفي نفس الوقت بتمنى من كل الناس أنه هي تتمسك بالسلمية، لأنه سلميتنا هي سلاحنا الأقوى والوحيد، سلمية لحد آخر نفس. أنا فخورة شديد بكل شبابنا الواعي في السودان. لو بجد ما حنقدر نوفيكم حقكم مهما عملنا، وإن شاء الله ربنا يحفظ السودان ويحفظ الشباب السوداني ويحفظ شعبنا كله. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.